السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في لونيتي 6 لا ليكتور بالنسبة لصفحة 187. إذا لوبجيكتيف ديال الحصة ديال اليوم هو ايدونتيفي ان تكست ديسكريبتيف ريبيتي ان بيزاج ديسكريبتيف. إذا العنوان ديال الدرس أو ديال النص هو كالا إيريس فيلاج أو نور دو ماروك. يعني كالا إيريس هو واحد المنطقة ولا واحد القرية كاينة في شمال المغرب. إذن غادي نبداو على بركة الله. القراءة الأولى اللي هي قراءة عادية، القراءة الثانية مع الشرح، والقراءة الثالثة هي قراءة مبسطة بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في القراءة. كالا إيريس فيلاج أو نور دو ماروك. كالا إيريس est un village au nord du Maroc qui n'est pas loin de la ville d'Al Hoceima. Elle est connue pour sa très belle plage, ses îlots, son ancien camping, son petit port de pêche et sa tranquillité. Les îlots, la forêt et la montagne qui l'entourent offrent un magnifique paysage. Pour visiter les îlots, on peut louer des petits parcs. De nombreuses familles parcourent sa belle plage pour se divertir, nager, jouer aux jeux de plage. Du mois de juin au mois d'août, les vacanciers sont nombreux et viennent de loin pour profiter du paysage. L'accès à Kala Iris est aussi très agréable grâce à ses routes bordées de sites pittoresques. Ceux qui visitent Kala Iris ont envie de revenir très vite. Et dans cette lecture, la première, nous allons passer à la lecture avec l'explication. Kala Iris, village au nord du Maroc. Donc Kala Iris, c'est le nom de cette région, qui est une ville dans le sud du Maroc. Et dans cette lecture, Kala Iris est un village. إذن هي قرية au nord du Maroc في شمال المغرب qui n'est pas loin de la ville الحسيمة. ليست بعيدة عن مدينة الحسيمة. Elle est connue. هذه القرية معروفة pour sa très belle plage. بشاطئها الجميل جدا. سيلو يعني الجزر ديالها، يجي في واحد الجزر. Son ancien camping يعني مخيمها القديم. Son petit port de pêche. ومنائها الصغير اي سا ترونكيليتي وبهدوئها، يعني عندها واحد الهدوء رائع. كتميز هاد كالا إيريس يعني مجموعة من الأشياء، كتميز بالشاطئ الجميل والجزر ديالها ومخيم ديالها القديم وبالميناء ديالها وبالهدوء ديالها. إذا هادو مجموعة من الأشياء. لي زيلو هنا غادي نكون واحد لاليزو، ما بغيتش نقراها في الاول، قلت ليها لي إيلو هنا باش نبين لكم. هنا لي زيلو علاش كاين عندنا لاليزو. لي زيلو يعني هي الجزر ديالها، لا فوري اي لا مونطان والغابه والجبال، كي اونتور اوفرون ان مانيفيك بيزاج، لي دايرين بها وعاطينها واحد المنظر رائع. شنو هما لي دايرين بها؟ الغابه والجبال. Pour visiter les îlots, يعني باش نستطيعوا اننا نزوروا هاد الجزر. On peut louer des petits parcs. كيخصنا اننا نكتاريو واحد لي بارك. كيفاش غنشرحهم لكم؟ هما دوك الفلايك الصغار، فلوكات صغار. De nombreuses familles parcourent. إذن عائلات كثيرة كيطوفوا سابيل بلاج، كيطوفوا في الشواطئ ديالها الجميلة. بور سو ديفيرتيغ من أجل الاستمتاع، وناجي جوي إيجو دو لا بلاج من أجل الاستمتاع، باش أنهم يسبحوا في الماء ديالها ويلعبوا ألعاب البحر. فين وصلنا؟ دي موا دو جوان أو موا داوت، يعني في شهر 7 وشهر 8 اللي هما شهر ديال يوليوز وغشت. لي فاكونسيي سون نومبرو، يعني شكون هما لي فاكونسيي؟ هما كاملين دوك السياح اللي كيكونوا في ديك المنطقه اللي كيمشيو ليها. لي فاكونسيي اذا هما السياح ديال اللي كيمشيو لديك المنطقه. لي فاكونسيي ماشي بالضروري يكونوا التوريست اللي كيجيو من برا.
كلهم لي فاكونسي اللي كيشدوا العطله اللي كيمشيو باش انهم يستجموا كنسميهم لي فاكونسي. لي فاكونسي سون نومبرو متعددين ولا بزاف منهم il vient de loin كيجيو من بعيد pour profiter du paysage باش يستمتعوا بالجمال. L'accès à Cala Iré. L'accès à Cala Iré est une ambiance de Chistimtu Beljamel. Votre drôle Cala Iré est aussi très agréable grâce à ses routes bordées de sites pittoresques. Qui joue une bride de Chistimtu Beljamel. Ou le drôle de ce village, quand nous sommes une piste, il y a une piste, quand nous sommes très rares ici, quand nous sommes chez Américain ou Khrein, nous sommes très rares, quand nous sommes là. والغابة ديالها أيضا رائع جدا بفضل الطرق المليئة بمناطق مناظر رائعة. إذن هذا هو الشرح ديال هذه. سكي فيزيت كالا إيغي أون أنفي دو روفونيغ تخي فيت. يعني كل من يزور هذه المنطقة هذه كالا إيغي كتولي عندهم رغبة بالعودة إليها بسرعة كبيرة. إذن هذا هو الشرح ديال لا 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 الشرح ديال النص. الآن غادي نحاول أنني نقرأ قراءة مبسطة. كالا إيغي إيغيس حنا نسميوها كالا إيغيس فيلاج أو نور دو ماروك. كالا إيغيس إتان فيلاج أو نور دو ماروك كي ني با لوان دو لا فيل دال حسيمة. إيلي كونو بور سا تخي بيل plage. Ces îlots, la liaison, sont anciens. Camping sont petites ports de pêche et sa tranquillité. Les îlots, la forêt et les montagnes qui l'entourent offrent un magnifique paysage. Pour visiter les îlots, on peut louer des petites barques. De nombreuses familles parcourent sa belle plage pour se divertir, nager et jouer aux jeux de plage. Du mois de juin au mois d'août, la doute. Les vacanciers sont nombreux. Ils viennent de loin pour profiter du paysage. L'accès à Cala Iris est aussi très agréable grâce à ses routes bordées de sites pittoresques. Ceux qui visitent Cala Iris ont envie de revenir très vite. إذن الآن سالينا مع القراءة ديال النص. الآن غندوزو للأسئلة ديال النص. إذن السؤال الأول كيقول observe la photo qu'est-ce que tu vois. إذن الصورة هنا للفوق. إذن فاش كيقول لك شوف الصورة ماذا تلاحظ. إذن شنو غنقولو je vois la mer. إذن كنشوفو البحر. دي كولين هما دوك المنحدرات ولاش كنقولوا لهم باللغه العربيه كاينين التلال ولا السهول. لي كولين دي مونطان دي زاربغ وكنشوفوا الجبال ايضا وكنشوفوا الاشجار. اذا هذا هو الجواب ديال السؤال واحد. اذا غندوزو الجواب ديال السؤال اثنان. دو كوا سو كومبوز لا بيزاج دو لا فوتو. اذا مناش كيتكون هذا الجمال الطبيعي ديال هذا المنظر الخلاب ديال الصوره. اذا دان لاك d'un beau paysage la mer. إذن هادو بعض الأشياء اللي كنشوفوهم. إذن هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. السؤال الثاني je vois la mer des collines des montagnes des arbres. السؤال الثاني un lac un beau paysage la mer. غنمرو جولي اي جو كومبرون où se trouve le village de Cala Iris. إذن فين كتواجد هاد الفيلاج ولا هاد القرية ولا هاد المنطقة هادي في اللي سميتها كالا إيريس. إذا شنو غنقولو ce village se trouve au nord يعني في الشمال du Maroc près
de la ville de الحسيمة اللي كتواجد بالقرب من مدينة الحسيمة. إذن هذا هو الجواب. السؤال الثالث. Ce village se trouve au nord du Maroc, près de la ville de الحسيمة. حاولوا أنكم توقفوا الفيديو وتنقلوا الأجوبة. سؤال رقم 4 كيقول Pour quoi ce village est-il connu? باش معروف هاد الفيلاج هذا باش تعرف. إذا نقولوا لو فيلاج يكونو بور سا تري، إذا ها هو الجواب، لو فيلاج يكونو تعرف بور سا تري بيل بلاج، يعني تعرف بأنه من أجمل البحور، سي زيلو، يعني بدوك الجزر ديالو، سون أنسيان كومبينغ، وأيضا بالكومبينغ ديالو، سون بوتي بور، عندو واحد الميناء اللي هو صغير دو بيش ديال الصيد. Et sa tranquillité, ou aïdan, le houdou d'yel. Que font les familles sur la plage? Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que la plage. Sur la plage, les familles se divertissent, nagent et jouent aux jeux de la plage. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 الراكيت كيلعبوا الكره مثلا. اذا مجموعه من الالعاب. الان غندوزو جو لي اي جيكري اقرا واكتب 6 سولينس كي فري. اننا نسطروا على الجواب الصحيح. عندنا هنا ثلاث جمل، اذا نشرحوا كل جمله ونشوفوا الجواب الصحيح ونسطروا تحت منه. لو تيكست ديكري اون فيل او سود دو ماروك، يعني قالك النص كيوصف لينا واحد المدينه في شمال المغرب. واش هو فعلا كيوصف لينا مدينه ولا قريه؟ اذا ما كيوصفش لينا مدينه، دونك هذا خطا، هذا خطا. لو فيلاج كالا ايريس اي فيزيتي بور سا بيل بلاج، قال لك هاد القريه كالا ايريس كيزوروها الناس لان عندها واحد البحر جميل. واش هادشي صحيح؟ اذا هو صحيح فعلا. اذا غادي نسطروا عليها نشوفوا Les vacanciers n'aiment pas venir sur la plage. Donc, il y a des gens qui sont dans l'autre là, mais qui ont besoin de chimchou ou de l'abhar. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est faux. بالعكس هما كيفضلوا يمشيو لهاد البحر، عزيز عليهم هاد البحر، كيعجبهم، كيلقى فيهم راحتهم الى اخره. ندوزو السؤال رقم 7. اذا السؤال رقم 7 اش كيقول؟ Quels sont les éléments qui entourent la plage de Cala Iris؟ قال لك شنو هما الاشياء اللي كيدوروا ولا كيحيطوا بالبحر ديال كالا ايريس؟ عفوا. اذا كاينين لي زيلو المعروفين، يعني الجزر ديالو، لي فوغي يعني الغابات، وكاين ايضا لي مونطان الجبال، اكسيتيرا. اذا هادو بعض الاشياء اللي كيحيطوا بالبحر ديالنا. دابا غندوزو جوم مي فالو. اون كيل سيزون بوتون بروفيتي دو لا بلاج دو كالا ايغي؟ في نظركم قال لك شنو هو الفصل اللي كيمشيو الناس يستمتعوا فيه بالبحر ديال كالا ايغيس؟ اذا في نظركم شنو الفصل؟ اذا هو فصل الصيف، اونيتي يعني في شهر، وكاين مذكورين في يعني شهر 7 وشهر 8 اللي هما شهر يوليوز واغوست. إذن اونيتي ها هما سؤال 8، اونيتي دو جوان اي اوت. إذن هادو هما راه مذكورين في النص. الان غندوزو السؤال 9. كومون بوتون فيزيتي لي زيلو؟ إذن كيفاش يمكننا اننا نزورو دوك الارخبيلات ولا دوك الجزر اللي كاينين في، كتمشي ليا السميه ديال الجزر اللي كاينين في النواحي ديال هاد المنطقه هادي؟ يعني كنزورهم اون بو لوي دي بتيت بارك، يعني كناخدو واحد الفليك صغيورين كيكونوا عندهم ماليهم، كنكريوهم كنخلصوهم فلوس وهما كيديونا باش نشوفو دوك المناطق. اذا اون بو لوي دي بتيت بارك، هاي اون بو لوي دي بتيت بارك. اذا اخر سؤال، كيس كي في لا سيليبريتي دو لا بلاج دو كالا ايري؟ كيس كي في لا سيليبريتي دو لا بلاج؟ اذا شنو الحاجه اللي مزيانه ولا اللي زوينه في هاد كالا ايري؟ اذا هما سيزيلو سا فوغي سا بيل بلاج. اذا هادو هما الاشياء الجميله
والاشياء اللي كتخلي الناس انهم يمشيو لهاد المنطقه هذه. اذا ايضا كنوصيكم انكم تمشيو تزوروها ونشجعوا السياحه الوطنيه ولا السياحه الداخليه ديال بلادنا. بلادنا زوينه وفيها ما يتشاف ويعني وفيها اماكن اللي هي جميله بزاف، غير الجهل ديال الناس فيها اللي كتكونش عارفها بعض المرات، ولا ما كيكونوش الناس يعني ما عندهمش فكره عليها ولا هذا، داكشي علاش ما كيزوروهاش. وكنضطروا اننا نمشيو مثلا تركيا ولا نمشيو الصين ولا نمشيو لفلسطين ولا نمشيو اي دوله برا، وكنخليو السياحه الداخليه. الى هنا غادي نساليو الباج ديالنا صفحه 187. كنشكركم على حسن تتبعكم والى اللقاء في فيديو جديد.